هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. بس عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن أحوال الجو النهاردة، وهنعرفها من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن في بداية الحلقة النهاردة زملائي شاذلي وباسنت كانوا بيتكلموا على التقلبات الجوية وإزاي دي بيئة مناسبة للفيروسات المنتشرة، فإحنا عايزين نعرف أخبار الجو من حضرتك وإيه التحذيرات أو النصائح اللي حضرتك ممكن تديها لنا. بالفعل يمكن احنا الفترة دي يمكن تحديدا من أمس وخلال الأيام اللي جاية هنبدأ نلاحظ فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، ويمكن ده من ضمن الأسباب اللي ممكن تخلي في انتشار نزلات البرد، لأن هيكون الفرق كبير والناس ممكن تنخدع وتخفف الملابس بشكل كبير، لأن احنا بنشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بتتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية في معظم محافظات الجمهورية. الكتل الهوائية الصحراوية دي بتكون مرتفعة في درجات حرارتها خلال فترة النهار بشكل كبير، بالإضافة كمان التوزيعات الضغطية في طبقات الجو العليا بتساعد بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، عدم وجود أي سحب مؤثرة، فده بيساعد إن احنا نحس بالدفء والأجواء الشتوية المائلة للدفء على المحافظات الشمالية زي السواحل الشمالية والوجه البحري، القاهرة الكبرى شمال الصعيد، أجواء أدفى في المناطق الجنوبية، طقسها بيكون دافئ بشكل كبير في جنوب الصعيد أو جنوب سيناء، ده بيكون فترة النهار وتحديدا كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. احنا اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون ما بين 21 و 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات. لما بنيجي فترات الليل والغياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، بيكون الانخفاض ده ملحوظ اكتر في وقت الفجر ووقت الصباح الباكر، الاوقات دي درجات الحراره فيها بتنخفض بشكل كبير. الصغرى فتره الليل على القاهره الكبرى بتوصل ل 12 درجه مئويه، بعض المناطق من محافظات الصعيد 6 و7 درجات، وسط سيناء بتوصل ل 2 درجه مئويه، فبالتالي اجواء فتره الليل بتكون اجواء شديده البروده في معظم المحافظات وخاصه في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر. ففي فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، الناس بتنخدع بأشعة الشمس خلال فترة النهار وتيجي تخفف الملابس، نيجي فترات الليل نلاقي البرودة الشديدة، فده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. بالإضافة كمان دايما الظاهرة الجوية المؤثرة معانا هي الشبورة المائية. اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كانت كثيفة في بعض الأماكن وأدت لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا ساعة بالكثير وهتبدأ الرؤية الأفقية تحسن على أغلب الطرق، و هتبدا الشبوره المائيه تزول تماما من على اغلب الطرق، بس ننوه ان هي بكره ان شاء الله ممكن توصل لحد الضباب، يعني ممكن تكون شبوره مائيه كثيفه عن النهارده بشكل كبير، الرؤيه الافقيه تنخفض لاقل من 1000 متر، فلازم ناخد بالنا من القياده على الطرق فترات الصباح الباكر خاصه في وقت الاستقرار في الاحوال الجويه. اليوم كمان في فرص ضعيفه لامطار خفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، لكن هي غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ويمكن كمان ما نحسش بيها في بعض الاماكن. الاحوال الجويه المستقره دي واللي فيها ارتفاعات في قيم درجات الحراره مكمله معانا لحد يوم الاحد اللي جاي، ويمكن كمان الايام اللي جايه نشوف مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، يعني احنا مع يوم السبت والحد عظمى على القاهره الكبرى هتوصل ل 23 و24 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي بناكد على كل الساده المواطنين بلاش الانخداع باشعه الشمس، بلاش تخفيف الملابس، لان فترات الليل هيظل فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، رغم ان الايام اللي جايه ممكن نحس
ان فتره الليل فيها ارتفاعات طفيفه، لكن هتظل اجواءها شديده في البروده بشكل كبير، هيكون في فرق بين النهار والليل، فبلاش تخفيف الملابس، نفضل ارتداء الملابس الشتويه الثقيله كمان فترات الليل متاخر فترات الصباح الباكر، مع الشبوره المائيه مهم جدا تكون القياده لسوقتام وحذر شديد، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، طبعا نتبع كافه تعليمات المرور، وبعد الارتفاعات دي هيكون في انخفاضات ملحوظه مره اخرى وتقلبات جويه، فلازم نتابع النشرات الجويه. اكيد طبعا. طب احنا عايزين نستغل الفرصه ان حضرتك معانا دلوقتي ونسالك بس سؤال كده برضه، يعني يمكن النهارده المنتخب هيلعب ماتش قدام غانا في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار، وكان في كلام انه الرطوبه هناك عاليه جدا وان الرطوبه دي بتاثر على اداء اللاعبين، فهل فعلا نسبه الرطوبه المرتفعه ممكن يبقى ليها تاثير سلبي على الاداء؟ هو الاول بالفعل نسب الرطوبه مرتفعه بشكل كبير، لان المدينه اللي بيلعبوا فيها كمان من المدن المطله على المحيط، نسب الرطوبه بتبقى فيها عاليه جدا، بتتجاوز ال 95% في الاماكن الساحليه المطله على المحيط، مع كمان قيم درجات الحراره المرتفعه هناك، لان قيم درجات الحراره مش منخفضه بالشكل الكبير، يعني احنا بنتكلم في قيم درجات حراره 30 درجة مئوية فترة النهار، وفترات الليل كمان ما بين 25 و26 درجة مئوية، فبالتالي مع نسب الرطوبة المرتفعة بالشكل كبير جدا، ده ممكن طبعا يأثر على المجهود البدني لأي إنسان عادي، زي احنا بالظبط في فصل الصيف، احنا بنيجي في فصل الصيف مع ارتفاع قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ده بيخلينا نحس بالخنقة بشكل كبير، ممكن يقلل في بعض الأحيان نسب الأكسجين لو احنا مش متعودين على نسب الرطوبة المرتفعة دي. على العموم بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده، وبنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره درجه الحراره العظمى 22 والصغرى 13، والعاصمه الاداريه 22-12، الاسكندريه 21-12، والعلمين الجديده 21-11، مطروح 20-11، ودمياط 20-12، بورسعيد 21-12، والإسماعيلية 23-11، السويس 23-10، والعريش 20-9، كاترين 14-2، وطابة 20-11، حلايب 23-18، وشلاتين 27-16، شرم الشيخ 25-16، والغردقة 24-15، في الفيوم العظمى 22 والصغرى 7، وبني سويف 22-8، في الوادي الجديد 22-5، وأسيوط 23-8، سوهاج 24-8، وقنا 25-9، الأقصر 25-9، وأسوان 26-10. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، وعودة مرة تانية ليكو شاذلي وفاسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.